طريقة ستايلز تستخدم لتقييم أدائية الغمض في المكامن المتطبقة. مضمون هذه المحاضرة: In previous lectures, the Buckley elaborate method for water injection calculations discussed. إذا نحن عندنا طريقة سابقة Buckley elaborate ناقشناها, which assume no reservoir layering. يعني طريقة elaborate ما أظهرت أو ما درست المكمن من ناحية اختلاف البيرميبلتي مالت, وإنما اعتبر المكمن كله قطعة واحدة linear flow ويصير به الغمر والجكت تحقق الماء ينتج لك نفط. بمعنى آخر, the reservoir homogeneous meaning that is the same permeability and other petrophysical properties. The stiles method is developed for stratified reservoir, مكامن متطبقة, consisting of several layers, each layer other. As for the rest of the petrophysical properties, such as porosity, for example, it was assumed constant for each zone. يعني هو أخذ الاختلاف بالنفاذية حتى يركز عليه وثبت بقية التواصل البتروفيزيائية حثيرة على عملية الغمر. ستايلز طبعا. Stiles made other hypotheses. For example, other factors were considered constant, such as the pressure difference and the relative permeability of oil and water. إذن هو اعتبر البقية الخواص الأخرى المتعلقة بالمكمن مثل هبوط الضغط الدلتا بي أو relative permeability, هاي كلها اعتبرها من الخصائص الثابتة. The equations have also been modified to take into account the change in porosity. يعني بعدين تم تعديل على معادلة ستايلز وأخذت بنظر الاعتبار الـ porosity variation أو التغير في الـ porosity. Another important hypothesis is that the displacement is pistol-like. فمن الافتراضات اللي افترضها ستايلز أيضا هي الإزاحة المكبسية. يعني افترض بالنظرية مالته أن الإزاحة تتم بالمكمن بشكل pistol-like, إزاحة مكبسية. بالحقيقة الإزاحة في أي مكمن من المكامن تكون ليكي بستن. يعني واقع المكمن إنه الإزاحة تكون بليكي بستن. شنو يعني بالبستن لايك والليكي بستن؟ البستن لايك هو المكبس اللي ما يترك خلفه شيء. فمثلا إذا عندك مكبس وجاي تضخ بهواء أو أويل, فنوع من أنواع الدهون, فهذا المكبس إذا ما كان فالمكبس العادي, يعني المكبس من يكون جديد وتحقن به أو تضخ به هواء أو أي سائل آخر, راح يزيح لك كل السائل من الجبهة اللي أمامه. في حين هذا المكبس ورا فترة من الزمن ممكن يصير به نضوح, تعرف بالاستهلاك يصير به نضوح. فمن تبدي أنت عندك سائل وتريد تزيحه بهذا المكبس, جزء من السائل راح يتسرب خلف المكبس. هذا يسمى المكبس الناضح, ليكي بستن. بالحقيقة سلوك المكمن, يعني واقعا المكمن هو مثل ليكي بستن, لكن افتراض الإزاحة المكبسية
اللي افترضها نتيجة لقيامه بتجربة في المختبر. يعني الدراسة مالته تمت بتجارب مختبرية، فلهذا هذه الافتراضات اللي افترضها ضرورية حتى التجربة مالته تتم بسلاسة ويحصل على النتائج اللي يعتقد المرجوة من النظرية مالته. Another important hypothesis is that the displacement is piston-like, meaning that the water displaces all the oil in front of it. إذا الماء اللي راح حقنه راح يزيح كل النفط اللي موجود أمامه. I.e. behind the front, the injection process is not leave any oil. يعني خلف الجبهة ما راح يترك أي نفط. So the single layer production is oil only before breakthrough, and when breakthrough production is water only. يعني قبل أثناء عملية الحقن راح يكون عندك الإنتاج شقد تحقن مي ينتج نفط. بمجرد أن يصير breakthrough الاختراق يتحول الإنتاج فجأة من كل نفط إلى كل ماء حسب ستايلز هذا الحكي. لكن استدرك ستايلز شو يقول؟ نوت نوت there is oil behind the displacement front but it is immobile. صحيح راح يزيح النفط كله بس يا نفط اللي قابل للحركة. النفط اللي قابل للحركة. أما النفط اللي يتبقى خلف خلف الجبهة هو من نوع أو بحدود الـ SOR Residual Oil Saturation. And there is also water with oil but it is SW which is immobile also. إذن خلف الجبهة راح يبقى عندي النفط بحدود الـ SOR وكذلك الماء الحبيس اللي محصور بالكابيلاري أو الكابيلاريتي فورسز. It is also known that fluid move faster in the layer with higher permeability. طبيعي. كل المصدر اللي تسألون على مصدر أنا محمل لكم إياه المصدر دائما. دائما اخليه خليناه بالمودل واشر مره اشرت لكم الجروب مال التليجرام موجود بالمودل ايضا لينك اكثر باسئله وباسئله نهايه فصل وبالجروب اللي هو عفوا القناه مال التليجرام بيها كتب اخرى اتمنى تكونوا انتم منضمين هالقناه مال التليجرام. It's also known that fluid move faster in the layer with higher permeability. إذن الفلويد تتحرك بصورة أسرع في الطبقات اللي بيها permeability عالي. Meaning the first layer get breakthrough is the one with the highest permeability. أول طبقة يصير بيها breakthrough هي الطبقة اللي بيها أعلى نفاذية. وهكذا إلى الطبقات النفاذة الأخرى. فإن ستايلز ميثود إن ستايلز ميثود the permeability of the layers was arranged in descending order. يعني راح نرتب النفاذية بصورة تنازلية من الأعلى إلى الأقل. I.e. layer number one has the highest permeability
and is the first tire where a breakthrough occurs. إذن هي بطريقة styles الفكرة مالته كانت أن يرتب النفاذي بطريقة تنازلية من أكبر الأصغر ويعتقد أن الماء يسري فقط بالطبقة الأعلى نفاذية ويصير breakthrough بيها وبعدين يبدي بالطبقة اللي بعد. The last layer has breakthrough is that one with minimum permeability from Stiles method. It is possible to calculate vertical sweep efficiency as well as ratio of produced water to oil. إذن من Stiles راح نحسب sweep efficiency, vertical sweep efficiency وكذلك WOR. هذه الطريقة في مثل will start with the moment the water cause breakthrough into the first layer. Then the variable mentioned to be calculated. إذن هذه الطريقة تبدي بلحظة حصول الاختراق وتبدأ عملية حساب المتغيرات أو المعاملات المذكورة بالطريقة. And then assume that breakthrough has just occurred to the second layer. وهكذا بالتتابع يصير الاختراق بالطبقة الثانية وتنحسب المعاملات المطلوبة بطريقة ستايلز. طريقة ستايلز هي من الطرق التقليدية اللي فقط تساهم بفهم أداء عملية الغمر أو كيفية تقييم المكمن من ناحية الغمر مختبريا. فستايلز proposed an approach that takes into account the effect of permeability variation in predicting the performance of water flood. Stiles assumes that in a layered system, the water breakthrough occurs in a sequence that starts in the layer with the highest permeability. إذن بالتتابع. Assuming that the reservoir is divided into n layers that are arranged in descending permeability order, with a breakthrough occurring with a breakthrough occurring in layer I, all layers from 1 to I have already been swept by water. إذن كل طريقة أقيمها بطريقة ستايلز هي متعرضة للغمر المائي وصاير بها عملية الاختراق. The remaining layers obviously has not reached breakthrough. والطبقات المتبقية من المكمن إذا ما تم تقييمها معناها هي ما حصل بها البريكثرو بعد ما حصل بها البريكثرو. Based on the above concept, Stiles proposed that the vertical sweep efficiency can be calculated from the following expression. إذن vertical sweep efficiency ممكن حسابه من العلاقة التالية. EV equal KI للطبقة KI summation من J يساوي 1 إلى I HJ زائد summation من J يساوي I من J يساوي I زائد 1 إلى N K في الH للJ على KI في H total. خلينا نشوف الI إيش نعني به. الI معناتها الطبقة الحالية اللي تحت الدراسة. الN total number of layers. H T هو total thickness للطبقة. HI هو layer thickness. سوى تحديث على المعادلة مالته وأخذ بنظر الاعتبار الporosity variation وأصبحت معادلته بالشكل التالي.
EV يساوي K على phi للI. summation من J يساوي 1 للI phi في الH للJ زائد summation من J يساوي I زائد 1 إلى N K في الH على K على phi للطبقة summation من الطبقة الأولى إلى N phi في الH. Stiles also developed the following expression for determining the surface water oil ratio as a breakthrough occur in any layer. فاقترح أيضا ستايلز معادلة لحساب الواتر أويل ريشيو. اقترح أيضا العالم ستايلز معادلة لحساب الواتر أويل ريشيو سيرفيس واتر أويل ريشيو. شو تساوي؟ تساوي A، هذه الأي معامل هسه نشوف الجو شو يعني، في summation من 1 إلى I KH في الJ على summation من J يساوي I زائد 1 إلى N K في الH للJ. الأي شو يساوي؟ relative permeability للwater على relative permeability للoil على ميو في ميو او على ميو دبليو في بيتا اويل على بيتا ووتر. اذا الاي هو معامل مرتبط بالrelative permeability. الواتر دبليو او ار هي الواتر اويل ريشيو، نسبة الماء الى النفط. كي ار هو relative permeability للwater at SOR، والكي ار او هو relative permeability للاويل at SWI. يعني هاي يتم قياسها مختبريا. Both the vertical swim efficiency and surface water oil ratio equations are used simultaneously to describe the sequential breakthrough as it occurs in layer 1 through layer N. اذا هذه المعادلتين مال vertical swim efficiency والwater oil ratio تستخدم بالتوازي او تستخدم اثنينهم لوصف عملية الغمر بطريقة ستايلز وتحديد وقت البريك ثرو للطبقة. It is usually convenient to represent the result of calculation graphically in term of log water oil ratio as function of EV. إذا هو من يعني ستايلز اقترح انه يتم تمثيل النتائج مال water oil ratio مع الـ EV بشكل مخطط، يكون الـ water oil ratio من يعني بشكل log scale، فهذا راح يعكس بصورة أوضح طريقة أو مسار الغمر بالنسبة للطبقة وكذلك حدوث البريك ثرو بالطبقات. مثال، إذا تلاحظ المثال اللي موجود أمامك هو مكمن متطبق.
مختلفة النفاذية مالته، السمك مالته 5 أقدام، مقسم إلى 5 طبقات. السمك مال 5 طبقات هو 10 10 15 15 10، يعني هذا المكمل المقسم إلى ما أخذ بالنظر الاعتبار account for permeability variation، والسمك مالته 60 قدم. The reservoir is under consideration for further development by water injection. The following additional information is available. متوفرة هذه البيانات. Relative permeability to water هو 0.3. Relative permeability to oil هو 0.9. لزوجة النفط 2. لزوجة الماء نصف. Beta water 1. Beta oil 1.2. Beta water 1.01. والسمك هو 60 مثل ما وقت. Calculate the vertical sweep efficiency and surface water oil ratio using Stiles method. أنا اللي هنا خلصت المحاضرة، أريدكم تقروها، يلا نحل المثال. إذا عندكم أسئلة تفضلوا.